برافو عليك. ليه التدخين بيسبب الام في العظام؟ التدخين بيعمل حاجه اسمها الفاسكولايتس، كذا تفسير يعني. الفاسكولايتس يعني دي في الاوعيه الاخيره الطرفيه، فلما يجي يغذي العظم يلاقي ان الاوعيه ضاقت، يبقى العظم مش واصل له غذاء كويس فيعمل الام. حاجه الثانيه انه ساعات بيعمل فاسكولايتس للجلد فيعمل حاجه اسمها برجر ديزيز، قرح في الجلد، قرح في الجلد للناس اللي بتدخن. في بعض النظريات نزلت، ده لسه قريب بحث النهارده، انه النيكوتين الكتير بيحصل له اكيوميليشن وتراكم ويسد الاوعيه، فلما بيسد الاوعيه خلاص بتسد معاه بقى اوعيه تانية وبليتلت سكرات دم، وهو بيعمل زي جلطات الصغيره اللي بتمنع الدم من وصوله الى الاطراف والى الايه كذا. بالاضافه انه بيعمل حاجه غريبه جدا، التدخين بيعمل هايبوكسيا، والهايبوكسيا دي بتقلل الشعور بالاكسجين. الهايبوكسيا دي عندنا موتيفيشن، بيحرك نخاع العظم انه يدي كرات دم زياده، بس كرات دم في شنك. يعني في شنك يا دكتور؟ يعني يجي يعمل هيموجلوبين او كرات دم حمراء يطلع 13 14، بس هو انيميا وعينيه داخله لجوه ووشه مسود وشعره بيقع وعينيه يعني كل اعراض الانيميا، دوخه وصداع وزغلله واعراض وضربات، كل اعراض الانيميا، والهيموجلوبين بتاعه 13. تصدق الهيموجلوبين الكذاب ده وتصدق كرات الدم اللي في شنك، ولا تصدق الخلقه اللي سودت دي؟ فولس نيجاتيف. يعني انت دلوقتي عندك الراجل ده هيموجلوبينه مظبوط بس ده انيميا. زي واحد جاي يقول انا عندي سرطان، واحد ورده كده وجميل وكرات دم البيضه حلوه، انا سرطان بالجمال ده؟ ده السرطان حلو يا اولاد، سرطان ايه يا عم؟ يعمل تحليل انيميا وهو عنده. برافو عليك. فاللي انا عايز اقول لك عليه انه مهم جدا انه اللي جاي لي ده شكل كانسر، اما القمر ده كانسر، اما احنا بنبقى ايه؟ وبقى ام الكانسر. انت عارف زي زمان كان عندنا في الاوتوبيسات واحد بيعمل اشتراك، فابونيه يجي الراجل يعدي، ها يقول له ابونيه، والتاني ابونيه، والتالت. ففي واحد راجل طيب كده قاعد هو ومراته وابنه، فبيقول له هات يا بيت تذاكر، فقال له انا ابونيه وده ابني نيه ودي ام نيه. بالظبط، برافو عليك. فانت لما بتضيق الاوعيه اللي واصله بالدم للعظمه مش واصله غذاء، هتطبخ بايه؟ اطبخ يا جاريه، الكلف يا بلاد، فما فيش. طيب يبقى التدخين بيدمر العظم، والتدخين بيدمر السنان، والتدخين بيدمر النفس، وبالتدخين بيدمر الامعاء. ربنا يعافينا واياكم. بس الناس اللي بتدخن حس الشيطان بقى ان هو ايه؟ ملك الملوك يا باشا، هو بياخد النفس من هنا ويبخ على اي حد قدامه. زي واحد بيقول لي طول الليل بتف، بقول له بتف على مين بالظبط؟ واحد بيقول لي والله بين الضغط واطي، قلت له مين ده اللي واطي؟ قال لي الضغط، قلت له الضغط واطي؟ بيقول لي ده واحد بيقول لي انا متجوز 2، قلت له ايه علاقه التدخين بالزواج؟ هل هو بيزودك طاقه جنسيه؟ قال لي لا، انا لما بتخنق بدخن عشان انفخ في وشها. يعني ايه ده؟ ايه التبرير ده؟ طيب الاملاح تدمر المفاصل والعظام. الاملاح اللي نقصد بها ملح الطعام اللي هو كلوريد صوديوم، ولكن نقصد الاملاح الاخرى. ملح المانجا بيدمر العظم، ملح الشوكولاته بيدمر العظم. الاملاح الموجوده في المواد الحافظه، شيبسي وكولا وحاجات، وهو المواد الحافظه اللي بنحطها على السلمون والبيف والبرجر، كل دي بتدمر العظم وبتدي املاح. ليست الاملاح هي ملح الطعام كلوريد صوديوم، ولكن لكن اوكزاليتس فوسفيتس، او زي ما بقول لك الاطعمه الجاهزه. فيها ايه الاطعمه الجاهزه؟ كل واحد في ماده حافظه معينه، بالاضافه الى املاح كتير مختلفه. وبعدين في كمان بيبقى مواد حافظه كمان خطر اكتر. وبعدين الوجبات السريعه عموما وحشه قوي. في بحث فيلم هنعرضه انه عملوا تجربه على الفئران، فاطعموا الفئران هاي فات دايت، او بيقولوا عليها وجبه عاليه النشويات الدهون، زي ما احنا بناخد بقى بيتزا وسندوتشات وكلها بقى ايه دهون عاليه. اطعموها لمده 12 اسبوع، فلقوا انها بالاضافه للكنترول انها بقت ايه؟ بقت الضعف يعني بدل ما زمايله مثلا وزنهم مثلا 200 جرام بقى هم 400 جرام، فزادوا في الوزن. بس المشكله مش ان هو زادوا في الوزن، المشكله ان حصل عندهم
التهابات في الني في الركب، وبقت الفيران مش قادره تمشي. يبقى من كتر الاكل يا جماعه بتاع الفيران مش قادرين يمشوا فباظت المفاصل. يبقى هو مش بيتخن وبس، لا بيتخن والمفاصل باظت. ده يقول لك كمان ان الاكل الكتير والسمنه عملت ايه؟ السمنه عملت في الناس انها مش قادره تمشي، ان ركبها بايظه. اول ما حد تخين بيجي كل الوزن ده كله جاي على فين؟ جاي على الركب. يبقى اول عضلات ممكن تتعب اللي هي الايه؟ الركب. طيب يبقى بنقول انه سوء التغذيه كمان او الاطعمه المحفوظه بتبوظ الايه؟ بتبوظ المفاصل والظهر والركب. هنا فيلم كده عن المفاصل بسرعه، نقول لي كده ايه اللي بيبوظ المفاصل. طبعا مفصل، مفصل يعني ايه؟ عظمه وعظمه وكارتج، عظمه وعظمه وكارتج. يعني ايه؟ يعني عندي حاجات بتبوظ العظم، زي مثلا لا قدر كانسر، بروكن بون، عظمه اتكسرت، السبرين وسترين اللي هو الحز يشيل جامد ويحزق هيبوظ الدنيا. في الانكيلوز وندرلاين، الناس اللي عندها اتب كده وطول النهار موطيه، ها بون انفكشن عنده عدوى، ها كولد اند فلو عنده برد باستمرار، برد والرشح بيكسر العظم بالمناسبه، عنده روماتيك فيفر، العيال الصغيره من سن 5 ل 15 سنه عندهم حمى روماتيزميه اللي هي البوست ستريبتوكوكال انفكشن، عندنا مثلا بيرسايتس، في ناس عندها التهاب اوتار، ديسلوكيشن، اتلوح. ديسلوكيشن يعني اتلوح، يعني اتلوح المفصل طلع عن مكانه او المفصل اللي بتاع طلع عن مكانه، اتخلع. ديسلوكيشن اتخلع، فده محتاج رد مش كده ولا ايه؟ ده الخلع ديسلوكيشن. عندنا الفراكشر كسر بقى، كسر يبقى ده عامل بين. والعن الم في الدنيا، ركز معايا، العن الم في الدنيا والله العظيم الم العظم. لو عظمه اتكسرت، ولذلك واحد بيجي جاي لي عياده يقول لي يا دكتور ده انا دراعي اتكسر، قلت له حاسس بالم؟ قال لا، اتكسر ازاي؟ اه والله العظيم في ناس بتتدلع. ها ده البيري اوستيوم، البيري اوستيوم اللي هو الغشاء المحيط بالعظمه، دي هاي سنسيتيف، يعني الاعصاب اللي فيه رهيبه، ولذلك عندنا ما حد رجله مكسوره ايده مكسوره بيصرخ، وما تقدرش تديله حقنه مسكن الا لما تعمل له تصوير بالاشعه وتشوف ايه اللي اتكسر. لانك لو اديله مسكن وهو خلاص وروحته على كده ولقيت ان العظمه دي مكسوره ولا رجله مكسوره، انت ضللته. ها مستشفى محترمه مودينا واحد رجليه مكسوره وايديه مكسوره ودراعه مكسور ورجله، وبعدين يحط له جبيره كده وكل عظمه رايحه في حته، ويقول له ان شاء الله 5 ايام نعمل لك عمليه. 5 ايام يا مفتري، 5 ايام ده يحصل ان العظمه تلحم في عظمه غلط وكلس فورميشن. حرام عليك، حرام عليك تقعده 5 ايام والعظمه مش على العظمه. لكن هنجيب ضمير منين؟ يقول لك ما فيش امكانيات.